تأثرهم وعزائهم باستشهاد النسر الأردني معاذ الكساسبة شهيد الواجب والإنسانية، مؤكدين على وقوفهم خلف القيادة الأردنية والجيش العربي الأردني. هذه الوقفة العفوية من شباب الأردن ما هي إلا رسالة نضج، رسالة شباب واعي وناضج خلف قيادة وخلف وطن، وكل رسائل الكراهية التي حصلنا عليها من هذا التنظيم الإرهاب الذي أثبت بأنه يعلم بدين إسلامي غير الدين الذي نعترفه نحن، الدين الإسلامي برسالة سيدنا محمد، من تاريخ سيدنا محمد إلى هذا اليوم لم نسمع بيوم أن هذا التنظيم يمارس نهج إسلامي هو عكس الإسلام عكس الدين. هل حرق محمد ابن عبد المطلب أحدا عندما فتح مكة؟ قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ابن أخ وابن أخ كريم. هذا هو الأردن، هذا هو الشعب الأردني، هذا ما هو إلا جزء. في كل بيت أردني يوجد شخص مثل هؤلاء الشباب خلف قيادة وخلف الوطن. الآن الرسالة معاذ تغمده الله شهيدا فيه، ونحن خلف قيادة الهاشمية حربنا للإرهاب. الآن ثبت أن حربنا للإرهاب. كان الكثير يخوض في مخاضات أن الذي حربنا ليست حربا، أثبتوا لنا بهذا السلوك للإرهاب. هذه الرسائل الكراهية عالية الدرجة بقتل الأعلام وقطع وحرق الجثث، هذا دين إسلامي؟ العقل الآن يجب أن يعمل، كفانا نقلا، الكل يجب أن يعمل عقله في هذا التنظيم الإسلامي. نحن كأردنيين وهؤلاء الشباب الأردنيين شباب ناضج ومتعلم ومن أعلى نسب التعليم في العالم، الأردنيين يعرفون ماذا يفعلون. نحن خلف قيادتنا، نحن كشباب أردني نذهب بالجيش العربي ونذهب بقواتنا المسلحة ونذهب باعتزاز الأمن. وكلنا جنود احتياط في الجيش العربي المصطفى. هذه رسالة إلى التنظيمات. الأردن لا يشبه أحد، الأردن له خصوصية ديمقراطية وسياسية تختلف عن كل العالم. بالنهاية سيدي صاحب الجلالة، سر ونحن خلف شبابا وشيبا.